السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم قناة عالم الألعاب الاستراتيجية. واليوم يا شباب جايبين لكم المود الأسطوري، المود الخرافي، أولد بيس أو مود السلام القديم. المود ده يا شباب أنا بشوفه من أفضل المودات الواقعية اللي موجودة لجنرال زيرو أور لعدة أسباب. السبب الأولاني إن هو بيقدم لك حوالي 10 جيوش: أمريكا، روسيا، اليابان، فرنسا، بريطانيا، مصر، ودول عدة لسه نشوفها مع بعض حاليا في اللعب ان شاء الله والفيديوهات القادمة. ثانيا اللعب الجيم بلاي ممتاز وفي نفس الوقت مفيش لاج. في مودات اخرى بتقدم لك مودات واقعية ولكن الجيم بلاي معظمه لاج، معظمه تقطيع، معظمه تهنيج، لا يناسب الاجهزة الضعيفة. ولذلك انا بعتبر اولد بيس من افضل المودات الواقعية، ونتمنى من الاخوة المطورين ان شاء الله في التحديثات القادمة ان هم يهتموا اكتر بالمود ويقدموا لنا سلسلة تحديثات على جميع المستويات، سواء على الجيم بلاي او على الجرافيكس او على الوحدات الجديدة او على اصلاح الاخطاء. وان شاء الله هنقوم بتجربة اليوم لمعركة كده، هلعب بالجيش الامريكي ضد الصين، نتعرف على الوحدات، نتعرف على الاسلحة اللي موجودة في الجيش. الكاش ستارت يا شباب 50,000، ده اقصى شيء للاسف شديد في المود، لكن كويس. وفي ناس اصلا بتحب تلعب ب 10,000. دي المبنى المشاه شباب، ده مبنى الدبابات نبنى كده، ونبنى لنا مطار. لازم تاخد بالك شوية من البداية من الفلوس لان الاسعار غالية. يعني مثلا المطار بحوالي 7500، مصنع الدبابات ب 4,000. فلو ما ركزتش في البداية تكسر فلوسك قبل ما تأمن اي مصادر للدخل تعرف اللي انت تكمل بيها في المعركه. Let's pop some tanks. What's the mission, sir? USA Army Division. Laying the foundation. All finished. Up. What's the mission, USA sir? USA Armor Division. Ready for action. من ضمن المميزات اللي في المود يا شباب ان هو ما فيهوش تعديل كبير على جنرال زيرو اور، يعني يكاد يكون الجيم بلاي كانك تلعب جنرال زيرو اور بالظبط. مفيش تهنيج زي ما انتم شايفين، الجيم في منتهى السلاسة اهو، تمام. تصاميم الاليات في منتهى الروعة زي ما انتم شايفين. What's the story? Need a point man. Let's change the day code. USA Armor Division. Ready for action. Composite armor installed, sir. Meet your new supply line. Wanna make some improvements? Loud and clear. Building capture complete. USA Armor Division. Need a delivery, General? I'll fire at anything. لكن تم التعامل معها بمنتهى الحزم. في مدرعات M1A1 أبرادلي يا شباب، هي IFV برادلي، بالمناسبة برادلي من أقوى المدرعات اللي موجودة في العالم. New construction. Bring on the scaffolding. Lay in the foundation. Gunship reporting in. On the job. شايفين يا شباب التصميم بتاع الاباتشي منتهى الكمال. Air cover's on the way. Nav system set. How about a lift? في هنا عملية تحمل المشاة. بعت عليهم دبابة قصف مدرعة. أعتقد دي سترايك. فين البرادلي؟ هاي البرادلي.
finished. هبدأ أطلع شباب الـ F-15 إيجل الأمريكي من أقوى طائرات العالم المفضلة. Yeah, made in the USMA. All finished. Comanche here. Air cover's on the way. Yeah. Special forces here. Special forces here. Let's change the decor. Finished. Need a point man? Let's take the building. هنا في المنطقة الوسطى. Meet your new owner. Army's elite. We'll take it from here. الاباتشي بتقدم دعم للقوات البرية شباب في منتهى القوة. لازم اطورها. طيران بلعب الصيني بالمناسبة شباب. الطيران الصيني بدأ يهاجم ولذلك لازم ابعت المقاتلات السيادة الجوية متعددة المهام الـ F-15 ايجل من اقوى مقاتلات العالم بالمناسبة. عايزين نبني مطار كمان. Bring on the scaffolding. Building capture complete. Preserving freedom. F 18 هورنت هتعاقد عليها حاليا. The building is captured, sir. Yes. فين يا شباب الأباتشي مقدم لي دعم منتهى القوة. On your command. Ready for action. On the go. تمت السيطرة على Ready for action. Preserving freedom. We'll take it from here. على النفط في وسط الخريطة وهبني المبنى ده شباب. ده بيقدم شوية مصادر فلوس تقريبا. مهم جدا عشان تأمن لنفسك مصدر كويس للدخل. What do you got? الاف 18 كورفيت جاهزة. شايفين يا شباب الطيارة التصاميم في منتهى الجمال. وانا من قناة تعلم العاب الاستراتيجية بقدم دعوة لكل صناع مود اولد بيس ان هم تكملوا يا جماعه الاستاذ مود عالمي. في مودات تانية حاليا مخليين المود بتاعهم بفلوس. المود بالكامل متاخد من اولد بيس زي ما انا شايف اهو. الصور ما بتكذبش قدامكم. يونت لوست. طبعا بالمناسبة أنا حاليا اتعاقدت على طيارة الرابتور يا شباب مقاتلة سيادة جوية من الدرجة الأولى. ممنوع على أي دولة أنها تحصل عليها فقط للولايات المتحدة الأمريكية. طيارة في منتهى القوة بالمناسبة. Let's build. Always ready. Made in the USMA. The new chem suits have just arrived. Armor detail reporting. Ready for covert mission. King Raptor ready for takeoff. Undetectable. Upgrade complete. هبدأ ان انا هبعت الطيران اللي هو اللي بيختفي زي الـ F-35. الطيران دي بتعمل لي سيادة جوية في منتهى القوة. هعمل تحليل جوي على العدو. العدو بدأ يبعت منصات. Unit lost. Heavy armor ready for action. I want to blow something up. Ready for covert mission. Unit lost. Yeah. Protecting our people. Yes, sir. Preserving freedom. Yep. Frequency's open. Flying low. Air cover's on the way. طبعا يا شباب العدو بيهاجمني
بعيد مدى. Preserving freedom. Aerial defense countermeasures installed. Rocket pods are now available, sir. Preserving freedom. Yes, sir. Moving to new AO. I want to blow something up. This supply file is there done. A threat? Closing the distance. Always Let's prepare. Give an airship. On the go. Want to make some improvements? Gunship recording area. What's the story? Preserving freedom. On the job. Ready for covert mission. No restrictions. Frequency's open. I'm listening. Copy that. Got it. We are cruisers. Long range ballistics. Unit lost. انا بحشد القوات بتاعتي لان انا هعمل هجمة شاملة حاليا. بس الموارد اللي مقصرة معايا. Have a job for me. Made in the US of A. That one's done. Let me launch one, huh? What do you got? Preserving freedom. In the field. General, our base is under attack. Long range supply file is done. Any more projects? Unit lost. Preserving freedom. I want to blow something up. Sure thing. Tomahawk systems online. Long range ballistics. Tactical lasers online. Unit lost. I'm listening. بطلت هنا شباب بتقدم لي سيادة جوية في منتهى القوة ومنتهى الدعم القوي جدا. طبعا انا فعلت خاصية سيرش اند ديستروي. Unit lost. العدو بدأ يطلع شباب مقاتلات الجيل الخامس. إذا أنا لازم أتصدى لها. We control the skies. Copy that. Standing by for coordinates. Let me launch one. Heading over. Heading over. Sure thing. Congratulations, General. You have been promoted. Unit lost. On the trail. Missile launch from there. Updating grid location. Calculating range ballistics. Let's bomb some tanks. You bet. Unit lost. Standing by. Transporting cruise missile. We can launch from there. مدفعيات تقدم لي دعم هنا شباب. Yeah. Bring on the scaffolding. I want to blow something up. I'll fight. Unit lost. Heading over. We control the skies.
cruise missiles ready. Any more projects? Unit lost. Tomahawk USA armor is ready. Coordinates received. Coordinates received. Unit lost. I'll fight them. Tomahawk systems updating online. Grid location. USA on the launch from there. تم ادفع الـ M109 ويتزر يا شباب في منطقة القوة. Instructions confirmed. Tomahawk systems online. Missile guidance set. Preserving adjusting for wind current. I'll fire at any point. On the trail. Let's pop some tanks. You bet. You bet. Cruise missile warheads ready. In the field. Warheads in the field. Instructions confirmed. Congratulations, General. You have been promoted. Unit lost. Here comes trouble. Preserving freedom. Unit lost. Tomahawk launcher on grid location. Adjusting for wind current. Tomahawk systems online. Missile guidance set. Preserving freedom. Coordinates received. Instructions confirmed. Let me launch one. زي ما انتوا شايفين يا شباب مفيش حاجة اسمها تهنيج هنا. بنموت موت في منتهى القوة. بنصح كل الناس يلعبوا الفترة الجاية. ما في تحديات اونلاين عليه وهيبقى في لعبة في منتهى القوة. ان شاء الله. Tomahawk launcher armed and ready. Transporting cruise missiles. I'll fire them. Heading over to the human airship. ودي كانت تجربة بسيطة كده يا شباب للمود ان شاء الله. والفترة القادمة تغطية في منتهى القوة ليه. نشوفكم الحلقات القادمة. كل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.